الشراكة نظمت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية يوما إعلاميا حول برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ميد أثنان بمشاركة ممثلي مختلف المستفيدين من هذا البرنامج. وقد تمت الإشارة إلى أنه قد تم تحديد عدة فروع صناعية من خلال انتقاء أولي لمئة مؤسسة خاصة للاستفادة من هذا المشروع، فضلا عن تحضير وإطلاق بعثات خبرة لفائدة البرنامج الوطني لتأهيل هذه المؤسسات. الورشة هي ورشة للإعلام، لإعلام الجمهور تاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطني بأهم مكونات برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المعروف ميدا 2. يأتي امتداد للبرنامج الأول، خصوصيته هو أنه طبعا يشكل يعني حلقة من حلقة السياسة العمومية الوطنية للتأهيل. هو برنامج متخصص يسعى إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين تنافسيتهم من خلال استعمال مكثف لتقنيات الإعلام والاتصال. وإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضرورة تفرضها المعطيات الاقتصادية التي تربط الجزائر بالشراكة الأوروبية بين مشروعي ميدا 1 و